بالتأكيد اغتيال إسماعيل هنية في سريره وبهذه الكيفية هي رسالة تحدي للنظام الإيراني، وهي تحمل في جوهرها مسألة ونوع من الإهانة والاستهانة بالنسبة للنظام الإيراني وعدم الاكتراث بأي ردات فعل. وبالتالي أنا شايف أن يمكن هذا التطور خطير، ويمكن يختلف عن مسألة حتى اغتيال قاسم سليماني على الرغم من أهمية ومركزية قاسم سليماني، ولكن تم اغتيال إسماعيل هنية في داخل إيران وفي ظل توقيت حرج وحساس، وفي اليوم الثاني لاغتيال فؤاد شكر وفي ظل التداعيات والتلاحقات السياسية الحادة والتجاذبات والمرحلة الحرجة والحساسة. وبالتالي هذه العملية ربما تعطي العديد من الملاحظات، وأهمها خاصة بأن إيران ربما خلال الفترة السابقة تساقطت العديد من الأدبيات الخاصة بالثورة وجملة الشعارات التي كانت تروجها من دعم القضية الفلسطينية ومواجهة إسرائيل وغيره، علاوة أيضا على تدني الخطاب وتحريك الجبهة الشمالية من حزب الله. وبالتالي هناك عديد من علامات الاستفهام، فأنا شايف أن يمكن الرد الإيراني هذه المرة يجب أن يكون مختلفا إذا ما أرادت إيران أن تحتفظ بمصداقية. أعود إلى جزئية الرد الإيراني وكيف تتوقعه حضرتك دكتور هاني، لكن فقط أود أن أسألك، هل من دلالات لتوقيت اغتيال إسماعيل هنية الذي يتزامن بعد يوم واحد من تنصيب الرئيس الإيراني رسميا رئيسا لإيران؟ بالتأكيد دي دلالة مهمة في حد ذاتها، وخاصة أن إسماعيل هنية علاوة على محمد عبد السلام والعديد من ممثلي الميليشيات الإيرانية والمرتبطة بها كانوا حاضرين على هامش تنصيب مسعود بزشكيان وقد التقى بهم. وبالتالي بدلا من أن تعطي إيران رسالة ردع ورسالة للخارج، قامت إسرائيل برد الرسالة إليها بشكل مباشر من خلال استهداف إسماعيل هنية. وبالتالي أعتقد أن يمكن مسعود بزشكيان يبدأ أول أيامه باختبار صعب، اختبار هو الأصعب، والإشكالية أن السؤال هذه المرة هو سؤال إجباري وليس سؤال اختياري يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. إذا ما ارتأت إيران أنها سترد بالشكل التقليدي وفقا للآليات المتبعة في السابق، أعتقد أن هي سيكون هناك شرخ وفقدان للثقة بينها وبين ميليشياتها. لا يجب أن يكون الرد الإيراني من خلال الميليشيات ومن خلال الجبهات، يجب أن يكون هناك رد مباشر من الجانب الإيراني. طيب هل تجرؤ إيران على الرد بشكل مباشر وسيكون هذه يعني سابقة بالنسبة لإيران، لأن هي عادة ما تستخدم أذرعها في المنطقة، وإن ردت بشكل مباشر هل سيكون الرد بمستوى اغتيال قاسم سليماني على أراضيها؟ نعم، يعني خلينا نقول ان الاشكاليه متعلقه بان رده فعل ايران في مقتل قاسم سليماني كانت دون المستوى وفقدت مصداقيتها، ويمكن بعض الامور يعني هي انتظرت حتى عمليه الاقصى لتتحدث عن انه كان انتقام لقاسم سليماني في ربما تصريح كان ربما مخالف للحقيقه وانتهازيه سياسيه حتى اغتيال العالم النووي. فأنا شايف ان يمكن ايران كانت تريد زاد ايضا كانت دون مستوى التوقعات. نعم دكتور هاني، منذ 2010 هناك العديد من حالات اغتيال للعلماء النوويين الايرانيين، حتى من منذ 2019 حتى 2023 كان هناك العديد من عمليات الاغتيال لقاده وخاصه في الداخل السوري وداخل ايران يعني نفسها. وبالتالي اعتقد ان ايران اذا ما فوتت الفرصه هذه المره ستفقد مصداقيتها، واذا اثرت الصمت او اتباع النهج التقليدي فعليها ان تصمت للابد. هناك سيكون شرخ بينها وبين الميليشيات. اعتقد ان يمكن إيران ربما لا تريد تصعيد الصراع، والولايات المتحدة الأمريكية حافظت على ذلك في السابق، ولكن حتى على الرغم من تصريحات وتهديد لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي، ولكن على إيران أن تغامر وأن يكون هناك نوع من الرهان فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن مستقبل العلاقات الإيرانية الإسرائيلية على الرغم من التحفظات وعلامات الاستفهام أو مستقبل المصداقية الإيرانية على المحك، وعليها أن تتصرف بشكل مختلف هذه المرة، وإلا سيكون هناك ربما استهلاك للتصريحات الخاصة ببزشكيان أو المرشد بدون أي جدوى أو فائدة، وده سيضع إيران في مأزق وسينال من مقدراتها ومستقبلها في المنطقة. دكتور.